بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء طلبة وطالبات الصف الخامس ابتدائي، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة مع قناة مستر إسماعيل حلمي. هنبدأ دلوقتي يا شباب مراجعة نهائية، هنحل تدريبات، هنحل كراسة المعاصر التفاعلية اللي نازلة مع كتاب المعاصر. وقبل ما نبدأ الفيديو إيدك على زر لايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نشوف تدريبات على كراسة المعاصر. هنبدأ من أول صفحة 9، أول الكراسة على الجرامر على القواعد. هنا بيقول لي السؤال الأول: The dolphin is than the octopus. أول ما نلاقي كلمة than يبقى دور على الصفة الأخيرة ER، يبقى The dolphin is faster than the octopus. الدرفيل أسرع من الأخطبوط. نمبر 2، Which one is؟ الإجابة The giraffe is the tallest. الزرافة هي الأطول، يبقى قال لي أنهي إيه؟ أيهم هو الأطول؟ Which one is the tallest؟ أي واحد هو الأطول؟ الإجابة The giraffe is the tallest. نمبر 3، هنا بيقول لي ذا كراب، سرطان البحر، از ذا دولفين. طبعا هنا في مقارنه بين اثنين، يبقى احط كلمه ايه؟ هحط صفه اخيره اي ار وبعد كده كلمه ذان. يبقى ذا كراب از سلوور ذان ذا دولفين، ابطا من الدولفين. بعد كده عند صفحه 10 في كراسه المعاصر، وات داز يور سيستر ودو. طبعا هنا عندنا يور سيستر، هنا داز بيجي بعدها فعل في المصدر، يبقى هناخد معانا لايك وتو. اي فعل يجي بعد دو داز وديد يكون في الايه؟ في المصدر. يبقى وات داز يور سيستر لايك تو دو، اختك بتحب تعمل ايه؟ نمبر 2، وي لايك تو ومصدر، وي لايك تو ومصدر، وي لايك تو بلاي فوتبول ان ذا افترنون، بنحب نلعب كره القدم بعد الظهر. نمبر 3، ماي براذر لايكس تو مصدر، او ممكن لايك يجي بعدها ان جي، بيجي بعدها يا اما تو مصدر يا اما فعلا ضفه ان جي. يبقى ماي براذر likes painting pictures very much، اخويا بيحب يرسم صور كتير. سهى doesn't like ing، سهى لا تحب reading comic books، ما بتحبش تقرا الكتب المضحكه. يبقى لايك بيجي بعدها يا اما تو مصدر يا اما فعل مضاف له ing. بعد كده هنا عندي نبيله wants، نبيله wants تو مصدر، الفعل want بيجي بعديه تو زائد مصدر. نبيلة wants to see Venus، نبيلة عايزة تشوف كوكب الزهرة. My sisters to play a game every day، My sisters هنا ده جمع يبقى هيجي بعديه مصدر. My sisters want to play a game every day، عايزين يلعبوا. طب ليه ما خدتش wants؟ عشان بعد he و she و it واسم مفرد هناخد s، لكن بعد I و you و we و they واسم جمع هناخد فعل في الايه؟ فعل في المصدر. نمبر 3، I don't watch that film، I don't want to، I don't بيجي بعدها فعل في المصدر، ده مش مصدر وده مش مصدر وده want، بس هنا عايزين want to ايه؟ want to. I don't want to watch that film، انا لا اريد ان اشاهد هذا الفيلم. صفحة 11 هنا عندي بيقول لي that's Mr. محمود، please listen to هم، هذا مستر محمود من فضلك استمع له. طبعا ده هنا ضمير مفعول، listen to him استمع له. عندي بعد كده can I ask you a few questions please، هل يمكن ان اسالك، ضمير مفعول، ضمير مفعول، can I ask you، هل يمكن ان اسالك a few questions please، اسئله قليله لو سمحت او اسئله قليله. نمبر 3، let me help you، دعني اساعدك، let me help you، دعني اساعدك، ده ضمير مفعول اسمه me. بعد كده عندي هنا turn right it's on your left، طبعا هنا دوت اسلوب النهي، اسلوب الامر بالاثبات او النهي. هنا هيقول لما نحب نقول لا تفعل كذا هنحط don't turn right، لا تتجه يمينا، it's on your left انه على يسارك. هنا نقط to the door please، طبعا لما نبدا الجمله بالفعل بيكون فعل في المصدر او don't مصدر، يبقى walk to the door please، امشي الى الباب لو سمحت. نمبر 3، don't مصدر، don't be لا تكن، don't be late again لا تتاخر مره اخرى، اي فعل بيجي بعد don't و doesn't و didn't بيكون في المصدر. صفحة 12 عندي هنا في كراسة المعاصر بيتكلم على أدوات الاستفهام، نقط do you want to be a doctor، الإجابة because، لما يكون عندي إجابة because يبقى سأل بواي، واي معناها لماذا، تعال نحط كده واي ونقرا السؤال، why do you want to be a doctor، لماذا أنت تريد أن تكون دكتور، الإجابة because I like helping people، لأن أنا أحب مساعدة الناس.
طيب هنا السؤال الثاني، ايه بيكلم بيه؟ why does he why does she want to be a nurse، لماذا هي تريد ان تكون ممرضه؟ طبعا هجاوب عليها بكلمه ايه؟ because، لان she likes to take care of sick people، لانها تحب ان تعتني بالمرضى. يبقى الاجابه كلمه ايه؟ كلمه because، لان. صفحه 15 في كراسه المعاصر التفاعليه، هنا بيقول لي نقط 1 do you want، طبعا بيسال عن اي واحد انت تريده، يبقى which one do you want، اي واحد انت تريده. نمبر 2 بليز ميك نوت يور مايند، ميك اب يور مايند يعني اتخذ قرارك، بليز ميك اب يور مايند. نمبر 3 ذا ويل از ذا كراب، هنا في مقارنه بين اثنين، يبقى هاخد كلمه صفه اخرها اي ار وبعد كده كلمه ذان. ذا ويل الحوت، فاستر ذان اسرع من الكراب سرطان البحر. نمبر 4 دو يو شارتس، طبعا الفعل دو بيجي بعد فعل في المصدر على طول، يبقى دو يو لايك، هل تحب القروش. نمبر 5 يسترداي، يبقى انا بتكلم في الماضي، يسترداي معناها امبارح. وي فيزيتد جراند باز، زرنا ايه؟ هورس حصان ولا بوب كورن فشار ولا كاردز كروت الكوتشينه ولا فارم مزرعه، زرنا مزرعه جده، ده المكان اللي ممكن نزوره. ماشي، عندك بعد كده في نمبر 6 دونت وري، لا تقلق، ات نوت هيرت يو، ايه اللي بيجي مع ات في الاربعه دول؟ ات ما بتاخدش دونت، بتاخد داز. It does hurt، لا ما تنفعش it does، it doesn't ما ينفعش، يبقى it won't hurt you، لا تقلق انها لن تؤذيك. نمبر 7 the mouse is، الفأر is the mountain، الجبل بعد am و is و are بيجي فعل مضاف له ing مضارع مستمر present continuous، يبقى the mouse is climbing، الفأر بيتسلق the mountain الجبل. نمبر 8 do you want، هل تريد، again طبعا want بيجي بعديه تو زائد مصدر، do you want to play again، هل تريد ان تلعب مره اخرى. نمبر 9 I will go with Mona tomorrow، طبعا الفعل go دايما بيجي بعديه فعل مضاف له ing، يبقى I will go sailing، انا احب ان اذهب الى الابحار مع Mona tomorrow، هنركب المركب ونمشي فيها في الميه، يبقى sailing معناها الابحار. رقم 10 what does she like، الفعل what does she like بيجي بعديه اما ing اما تو مصدر، يبقى هاخد هنا ايه؟ تو مصدر. what does she like to do، ماذا هي تحب ان تفعل. نمبر 11 نمبر 11 بيقول لي هنا the moose stood not one foot، الغزال واقف على رجل واحدة، يبقى stood on واقف على رجل واحدة. نمبر 12 نوها اند سامي ميد ات، نوها وسامي عملوها بايه؟ عملوها بنفسهم، themselves بانفسهم بنفسهم، myself بنفسي، himself بنفسه، herself بنفسها، طبعا دول جمع تاخد معاها ايه؟ themselves. نمبر 13 I a nap every afternoon، طبعا الفعل لكلمة ناب اللي هي الغفوة بيجي معها تيك، تيك ناب يعني يأخذ غفوة، تيك يأخذ، عندي ميك يصنع ودو يفعل وبيلد معناها يبني، I take a nap every afternoon، أنا باخد غفوة كل مساء. صفحة 16 في كتاب في كراسة المعاصر، he wants to see a film، هي تريد أن تشاهد فيلم، let her دعها، طب المفعول بتاعها هي، let her دعها ترى، دعها تشاهد. let me يعني دعني انا، let him دعه هو، let them دعهم هم للجمع. عندي بعد كده في رقم 15 she is going to مصدر، هي سوف، going to play music tomorrow، كلمة play music هي معناها تعزف موسيقى، هي سوف going to play، هي سوف تعزف موسيقى بكره، ده المستقبل المخطط له. 16 what are you بعد am و is و are فعل مضاف له ing، what are you eating بتاكل ايه؟ الاجابه ice cream، دي اجابه السؤال. 17 he wants to be an artist، هو يريد ان يكون فنان، he likes drawing، هو بيحب الرسم، طبعا هنا ده سبب، يبقى حط because، لان because لان هو يحب الرسم. نمبر 18 hurry اسرع، let's it's time to look at the moon، انه حان وقت النظر الى القمر، او هو وقت النظر الى القمر، طبعا هنا let's hurry، هيا بنا نسرع، let's يعني هيا بنا. عندي بعد كده رقم
19 توم از توم دون از نوت ان اور سكول. طبعا هنا بيقارن توم بالمدرسه كلها يبقى توم از ذا تولست ان اور سكول يعني هو الاطول في مدرستنا كلها. خلاص يبقى هنا بيقارن توم بالمدرسه كلها يبقى دي مقارنه واحد مع مجموعه. ناخد هنا السؤال الثاني الترتيب ري ارينج ذا كاشير از اوفر ذير. هنبدا بالفعل ذا كاشير is over there الكاشير هناك ها هو هناك. نمبر 2 هبدا بدو بعديها فاعل do you like هل do بعد كده فاعل فعل do you like sharks هل تحب القروش. نمبر 3 الاستفهام فعل مساعد فاعل فعل what الاستفهام فعل مساعد هيبقى did والفاعل grandpa والفعل make what did grandpa make ماذا جده يفعل او ماذا جده فعل. نمبر 4 ذات بعدها is على طول That is a short chimpanzee. ها هو الشمبانزي القصير. Number أو ها هو هناك. Number five. Which one is faster? Is the fastest? طبعا الصفة الأخيرة est بيجاب لها ذا. وهنا is بتيجي مع المفرد. يبقى which one is the fastest? أي واحد أيهما أو أيهم هو الأسرع. Number six. The mouse الفاعل the mouse الفأر is وبعد أم is و are بيجي ing the mouse is climbing the mountain الفأر بيتسلق الجبل. Number 7 ده سؤال هذا استفهام فعل مساعد فاعل فعل هذا استفهام what فعل مساعد لما تلاقي do أو does أو did يبقى رقم 2 what do والفاعل اللي هم الضمائر الفعل بتاعتنا السبعة أو ممكن يكون اسم شخص what do you like الفعل يبقى استفهام فعل مساعد فاعل فعل. What do you like to eat ماذا انت تحب ان تاكل. صفحه 17 هنا بيقول لي I am looking look بيجمع لها حرف الجر for I am looking for انا ببحث عن the bathroom الحمام. Number 2 he put the corn in the هو وضع الذره في طبعا الذره بنحطها في اليارد في الحظيرة أو المكان اللي بنحط فيه الحبوب بتاعتنا المكان الواسع قدام البيت بانك يعني بانك وزبة المستشفى وستور مع صفة. نمبر 3 شات ذا نقط بليز اقفل نقط لو سمحت طبعا الويندو الشباك هو اللي بتقفل بلانت يعني كوكب وبيكتشر صورة وفورك يعني شوكة دول مش بتقفلوا ماشي نكمل. نمبر 4 ذا إليفانت أند ذا جيراف آر الفيل والزرافة آر عبارة عن إيه؟ بيبول ناس أنيمالز حيوانات بيردز طيور بلانتس كواكب أنيمالز حيوانات. ذا جيراف إز نوت أنيمال طالما عندي كلمة ذا يبقى أنا هحط صفة أخيرة إي إس تي. ذا جيراف إز ذا تولست أنيمال الزرافة هي أطول حيوان. She went to the town in an evening in an evening طبعا اختار كلمة gown يعني فستان. انا ذهبت الى المدينة في فستان سهرة shirts يعني قمصان وskirts يعني جيبات وشورتس يعني شورت طبعا هنا ان بتيجي مع المفرد. نمبر 7 I always go انا دايما اذهب at the seashore I always go طبعا الفعل go بيجي بعدها فعل اضافه ان جي I always go fishing بذهب للصيد على الشاطئ seashore. طيب نمبر بعد كده نمبر 8 he usually listens to music الفعل listen بيجي بعديه حرف الجر to هو عاده بيستمع الى الموسيقى يبقى listen to music. where does hani like الفعل like بيجي بعديه يا اما go يا اما مصدر يا اما to مصدر. where does hani like to go اين هاني يحب ان يذهب يبقى الفعل like بيجي بعديه يا اما فعل بنضيف له ing يا اما to مصدر. we have the bus we have the bus we have to catch the bus نحن يجب ان نلحق بالباص have to معناها يجب ان we have to catch the bus. بعد كده عندي رقم 11 let me بيجي بعدها فعل في المصدر let me look at the moon دعني انظر الى القمر. 12 what's your favorite نقط قال له انجلش يبقى هي ماده دراسيه. what's your favorite subject ما هي مادتك الدراسيه المفضله قال له الانجليزي. game لعبة وبليس مكان وتايم يعني وقت.
عندي بعد كده في رقم 13 افيت طبيب البيطري لوكس انيمالز بيعتني بالحيوانات. يعتني بيه يعني ايه؟ لوك ات ينظر الى، لوك فور يبحث عن، لوك تو ينظر برضو بعد، او لوك افتر معناها ينظر يعني ثانيه يعتني بيه، لوك افتر معناها يعتني بيه. عندي بعد كده صفحه 20 اختبار على الوحده السابعه والثامنه الليسننج، عندنا نسمع الكلمه اللي هيقولها لنا المستر ونحط عليها دايره. اول حاجه يقول لي يارد، هنحط دايره حوالين كلمه يارد. فريق المنزل وستور مع عاصفه عليها دايره، وشارك سمكه القرش نحط عليها دايره. اما الباراجراف الدايره بنفس الكلام برضو، الكلمه اللي ناقصه هنكتبها. جود مورنينج صباح الخير، قال له ده منى بتكلم الموظف، قال لها جود مورنينج مي اي هيلب يو، هل يمكنني مساعدتك؟ هنكتب كلمه هيلب. قالت له منى يس بليز اي ام لوكينج فور ذا باثروم، انا ابحث عن الباثروم بدور على الحمام. قال لها اتس اوفر ذير، انه هناك. قالت له منى از ات فار، هل هو بعيد؟ قال لها الكلارك نو نوت ريلي، ليس بعيدا جدا. جو ستريت، امشي على طول. اتس اون ذا ليفت، انه على يسارك على الشمال. بعد كده عندي سيركل ذا اود وان اوت ذا اود وورد، ضع دائره حول كلمه مختلفه. عندي اندر وكويك ونيكس تو ونير، دول كلهم عندنا حروف جر، وهنا كويك يعني سريع، اندر تحت، كويك سريع، نيكس تو بجانب، نير بالقرب منها، نحط حرف الجر ان. جو يذهب، وونت يريد، جيت يحصل على، شور متاكد. طبعا دي كلها افعال، هنحط الفعل مثلا ايت ياكل. عندي هنا الفعل مونكي قرد، وايل ثعبان البحر، وجيراف الزرافه، وباندا حيوان الباندا اللي هو الدب. طبعا دي كلها حيوانات بريه، لكن ده حيوان بحري، ايل ثعبان البحر. هنحط اي حيوان، هنحط مثلا الدب بير. نمبر 4 كيرفول حريص، داد يعني اب، وسيستر اخت، ومام ام، طبعا دي افراد الاسره. هنحط هنا مثلا براذر اخ. نمبر 5 تولست الاطول، وفات يعني تخين سمين، وسلوست الابطا، وشورتست الاقصر. هنطلع طبعا كلمه فات لان دي صفات بتقارن من واحد مجموعه، وهنحط مثلا الصفه فاتست مثلا، او نحط مثلا هوتست الاحر او الاسخن. هنا عندي السؤال الرابع، هنملى الفراغات. ليفز معناها اوراق الشجر، فلاي يبادئ، فلاي يطير، انيمالز حيوانات، اوف حرف جر، بين حرف جر. اي لايك انيمالز، انا بحب الحيوانات. ذير ار ميني ايه ان ذا زو، طبعا ميني انيمالز، في حيوانات كتير في حديقه الحيوانات. ماشي، هنا انيمالز كان دو لوتس اوف، الحيوانات يستطيعوا ان يفعلوا الكثير من، لوتس اوف الكثير من ثينجز الاشياء. بيردز كان، الطيور تستطيع ان تطير، بيردز كان فلاي. ماي فيفوريت انيمال، حيواني المفضل از ذا جيراف، هو الزرافه. ذا جيراف ذا تول جيراف از ايتينج سام، الزرافه الطويله بتاكل بعض الايه؟ بعض اوراق الشجر، سام ليفز. طبعا في الامتحان هنكتب الحاجات دي كلها في الفراغات هنا معانا. القطعه نمبر 5 منى اند الاء ار اون فيلد تريب، منى والاء في رحله ميدانيه، تو ذا اكواريوم لمعرض الاحياء المائيه. ذير ار لوتس اوف ديفرنت كايندز اوف مارين انيمالز، يوجد الكثير من الحيوانات الاحياء الحيوانات المائيه. ذير از ا ويل، يوجد حوت. اوفر ذير، هناك. is a dolphin، وفي كمان درفيل. and there is a shark، وكمان في سمكة قرش near the eel، بالقرب من ثعبان البحر. crab the crab is smaller than the dolphin، سرطان البحر أصغر من الفيل الدرفيل اللي هو الدولفين. السؤال الأول هنا بيقول لي علاء and منى are on the farm، علاء ومنى في الحقل، طبعا في المزرعة. لا طبعا الإجابة false. number 2 there are lots of marine animals، يوجد الكثير من الحيوانات البحريه. الاجابه ترو، صح. نمبر 3 the crab is bigger than the dolphin، الكابوريا اكبر من الدرفيل، طبعا الاجابه فولس، خطا. السؤال الرابع where are علاء and منى، علاء ومنى راحوا فين؟ هقول they are
field trip on a field trip في رحلة ميدانية to the aquarium. Number 5, which is smaller, the crab or the dolphin? أيهما أصغر، الكراب ولا الدولفين؟ هقول إن الكراب أصغر من الدولفين، يبقى أقول the crab is smaller، الكابوريا smaller than، أصغر من the dolphin. السؤال السادس، رتب rearrange. هنا بيقول لي I هيجي بعدها will والمصدر. I will take this one، أنا سوف آخذ هذا الشيء، بيتكلم على حاجة معينة، قميص مثلا أو تيشيرت. نمبر 2 هنا بيقول لي what was، استفهام فعل مساعد. What was on the car، ماذا كان هناك في السيارة؟ What was on the car. نمبر 3 I am going to، بعد am is are ing، I am going to take a photo. going to، going to يعني سوف، و take يعني يلتقط، و photo صورة. going to بيجي بعدها فعل في المصدر، يبقى I am going to take a photo، أنا سوف ألتقط صورة. number 2 did يعني هل، did وفاعل وفعل، did وفاعل وفعل، did you وفعل في المصدر، did you chase، هل أنت طاردت أو جريت ورا the lizard السحلية؟ ده هنا السؤال السادس. السؤال السابع، هنا الباراجراف هنكتب عن السفاري بارك، يعني حديقة الحيوانات المفتوحة. There are a father and two sisters، يوجد أب ومعاه أختين. They are going to the safari park، هم رايحين حديقة الحيوانات المفتوحة. They go by car، هم رايحين بالعربية. The monkey is on the car، القرد فوق السيارة. و it is a cute animal، إنه حيوان لطيف جميل جدا. طيب نشوف بعد كده سؤال البنكتويشن. We visited grandpa's farm last Friday، زورنا مزرعة جده الجمعة اللي فاتت. طبعا ال W بتاعت we هنعملها capital في أول الكلام، وعندنا كمان هنا apostrophe S، هنا apostrophe، وعندنا كمان كلمة Friday، ده يوم من أيام الأسبوع، هنعمل F capital، وفي الآخر مفيش حاجة في الآخر، هم تلات أخطاء بس، هنا ال W وهنا الأبوستروف وهنا ال F. في الامتحان طبعا هيكتبها الجملة كاملة ونحط خط تحت اللي احنا صلحناه. طيب هنا which one do you want مازن، ال W بتاعت which one do you want مازن، طبعا هنا قبل مازن هنحط كومة، وفي الآخر في question mark عند استفهام، يبقى أنا عندي كام خطأ هنا؟ عندي 1 2 3. بعد كده عندك اختبار على الوحدة التاسعة والعاشرة صفحة 22، الليسننج بتاعنا هنسمع الكلمة اللي المستر هيقولها ونحط عليها دايرة أو دمس. كلمة هاري معناها أسرع أو يسرع، طبعا عليها دايرة. هيرت معناها يؤذي أو يؤلم، وريبت معناها مقطع أو ممزق. طيب هنشوف هنا الدايلوج، مها بتكلم سارة، ذا جيم فينيشد، اللعبة خلصت أو المباراة انتهت. فسارة قالت لها أوه did we win، هل فزنا؟ طبعا هنكتب كلمة did. قالت لها yes congratulations، ايوه مبروك تهانينا. راحت قالت لها nice game، يعني مباراة جميلة. it was close، كانت متكافئة، كانت متقاربة. do you want to play again، هل تحبون ان تلعبون مرة اخرى؟ راحت سارة قالت لها sure بالتأكيد. السؤال الثالث، circle the odd word and replace it with a correct one، ضع دائرة حول الكلمة المختلفة وبدلها بكلمة تانية. سكيرت جيبة وبيرد طائر، وشيرت قميص، وجاكيت يعني جاكيت، هنطلع كلمة بيرد ده طائر، دول ملابس، هنحط كلمة دريس فستان. نمبر 2 هاد كان يملك أو كان يتناول، وينت ذهب، هيد رأس، وبلايد لعبة. طبعا دي كلها أفعال في الماضي، لكن هيد ده رأس فعل، دي صفة اسم، لكن دول أفعال في الماضي. هناخد الفعل ايت أكل. نمبر 2 نمبر 3 جو مع جود جيد، وتول طويل، وتيم معناها فريق، ونايس لطيف. طبعا دي صفات، هنطلع كلمة تيم ونحط كلمة هوت سخن أو حار. صفة كاري معناها يحمل، كيك معناها كيكة، وبيتزا وهاري.
هنا كيري دوت اللي هو الكاري دوت التوابل الهندية، وكيك يعني كيك، وبيتزا دي البيتزا، هاري معناها يسرع طبعا، هاري اللي هتطلع، ونحط اي طعام بيتاكل، نحط فيش او ميت او ايج، اي حاجة بتتاكل. نمبر 5 ثين يعني رفيع، و تنس لعبة التنس، وباسكت بول كرة السلة، وفوت بول كرة القدم. طبعا هنطلع كلمة ثين دول رياضة، وهناخد مثلا فولي بول كرة طايرة، اي رياضة انت حافظ حرف. هنا السؤال الرابع، هنملى الفراغات. عندي سالي اند هير فاميلي ار ات ذا بيتش. طبعا هنقرا الكلمات اللي فوق. ايت ياكل، سكيتنج التزحلق، لايك يحب سكيت يتزحلق، ولايكس يحب برضه. هنشوف كده الجرامر بتاعنا هيمشي ازاي. سالي اند هير فاميلي، سالي وعائلتها، ار ات ذا بيتش في الشاطئ، they like to go there on Friday، هم بيحبوا يروحوا هناك يوم الجمعة. سالي not to go fishing، سالي تحب، طبعا سالي اسم مفرد يجي بعدها فعلا ضاف له اسم. سالي likes to go fishing، سالي تحب ان تذهب، likes to go fishing، تحب تروح تصطاد. هير براذر اخوها علي، likes to in line skating، بيحب التزحلق على البورد، in line on in line skating رياضة التزحلق. ذير هي ان لاين سكيت مش سكيتنج، يبقى دي رقم ان لاين سكيت، تبقى دي، يبقى عندي كلمة لايكس رقم واحد وسكيت رقم اتنين. طيب بعد كده their father and mother، باباها ومامتها او باباها وامهم، not to go fishing، طبعا هنا ده جمع يجي بعد فعل في المصدر، يبقى like to go fishing، بيحبوا يذهبوا للصيد، يبقى هنا like رقم ثلاثة. وبعد كده their cat، their cat كيتي، قطتهم كيتي، likes to not the fish which they catch like to eat، بتحب تاكل السمك اللي هم بيصطادوه، ودي رقم أربعة. القطعة هنا my mother is tired، أمي تعبانة، she is taking a nap، وهي بتاخد غفوة، رامي is reading a comic book، رامي بيقرأ كتاب مضحك، هبة is building models، هبة بتبني نماذج أو بتعمل تصنع نماذج، علاء is collecting أو علاء is collecting stickers، علاء بتجمع استيكرات، احمد از بينتينج واحمد بيرسم، ومنى از ميكينج ا فيديو، منى بتسجل فيديو، واول ذا فاميلي كان دو ا لوت اوف اكتيفيتيز، كل العائله يمكنها ان تعمل الكثير من الانشطه. السؤال الاول هنا رامي از كولكتينج ستيكرز، رامي بيجمع ستيكرز، لا الاجابه فولس. Their mother is happy، مامتهم كانت سعيده، الاجابه فولس، هي كانت تايرد، كانت تعبانه، فولس. نمبر 3 منى از ميكينج فيديو، منى كانت بتسجل فيديو، الاجابه ترو. السؤال الرابع هو از بينتينج، مين اللي كان بيرسم؟ الاجابه احمد، هو اللي كان بيرسم، احمد از بينتينج، احمد كان بيرسم. نمبر 5 وات از هبة دوينج، هبة كانت بتعمل ايه؟ هقول هي أو she is building، هي كانت بتبني نماذج أو بتعمل نماذج، building models. السؤال السادس رتب الكلمات rearrange. هنا يقول لي what a nice kite، what a nice kite أسلوب تعجب، يا لها من طيارة جميلة، what a nice kite، ده أسلوب تعجب. نمبر 2 does فاعل فعل، زي ما احنا متفقين do فاعل فعل، فعل يعني ايه؟ يعني I و he و she و it و you و we و they، واسم مفرد واسم جمع. does she like drawing، هل هي تحب الرسم. نمبر 3 كريم didn't، ده أسلوب نفي، كريم لم، وطبعا بعد النفي بيجي فعل في المصدر، كريم didn't miss the ball، كريم لم يفقد الكرة. number 4 let's فهم فعل مساعد فاعل فعل، what is
بعد ام واز وار بيجي فاعل ثم فعل. What is هالة going to do؟ ماذا هالة سوف تفعل؟ أداة استفهام what فعل مساعد is أهو. الفاعل هالة، الفعل going to do سوف تفعل، ماذا هالة سوف تفعل. السؤال السابع هنا الباراجراف هنكتب خمس جمل. There is a girl، قدامنا في بنت أهي. She is an artist، هي فنانة. She likes drawing، هي بتحب الرسم. وشي لايكس بينتينج، وهي بتحب التلوين برضو. وشي از دروينج اكات، وهي بترسم ايه قدامنا؟ بترسم قطه، سهل جدا ما فيهوش حاجه. البانكتويشن اي دونت لايك سينجينج، انا لو احب الغناء الاي هنعملها كابيتال وهنا في ابوستروفي. اي دونت لايك سينجينج، مفيش حاجه غير في نقطه في الاخر، يبقى دي واحد اتنين تلاته. This time I will win، هذه المره انا سوف افوز، يبقى هنعمل التي كابيتال وهنا في ابوستروف بين الاي والدبل ال، وبعد كده في فول ستوب. هذه المرة أنا سوف أفوز، عندي ثلاث أخطاء في البانكتويشن. بعد كده عندي اختبار على الوحدة 11 وال 12، تيستس اون يونت 11 اند 12. الليسننج الاستماع، هيقول لي كلمة بيرس كيس النقود هنحط عليه دايرة، سكيرت الجيبة عليها دايرة، فورك الشوكة عليها دايرة. الدايلوج عندنا هنا، نهى بتكلم فرح بتقول لها Where did you go yesterday؟ ذهبت إلى أين امبارح؟ قالت لها I went to the planetarium، رحت القبة السماوية. قالت لها What did you see there؟ ماذا أنت رأيت هناك؟ طبعا لازم أكون حافظ الكلمات دي عشان لما أسمعها أكتبها صح. قالت لها We saw all the planets، شفنا كل الكواكب، and the stars، والنجوم. It was a great show، كان عرض رائع. Did you buy any gifts؟ هل اشتريت اي هدايا؟ قلت لها No I didn't، لا ما اشتريتش. I didn't go to the gift shop، لا لم اذهب الى محل الهدايا. عندي بعد كده circle the word word، ضع دائره حول الكلمه المختلفه. dinner العشاء، breakfast الفطار، وplanet كوكب، وplanet كوكب، وسناك وجبه خفيفه. طبعا هنطلع كلمه planet، فاضل لنا وجبه الغداء lunch. بروجرام برنامج، وتيتشر مدرس، وبرينتر او بينتر رسام او فنان، وعندي كمان سينجر مغني. دي وظائف، هنطلع طبعا كلمه بروجرام. اسهل وظيفه عندنا فيت، طبيب بيطري. انجلش انجليزي، وارت رسم، وماس رياضه، واناف يعني كافي، دي مواد دراسيه. هنطلع كلمه اناف ونحط عربيك، ماده العربي. نمبر 4 كيدز اطفال، وباص اتوبيس، ترين قطار، وكار سياره. طبعا دي وسائل مواصلات، هنطلع كلمه كيدز ونحط مثلا كلمه تاكسي. نمبر 5 هاري اسرع او يسرع، كاتش يصطاد، سي معناها يرى، وجريت عظيم. طبعا دي افعال ودي صفه، تطلع كلمه جريت ونحط اسهل فعل زي ما احنا متعودين الفعل جو. السؤال الرابع choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. sorry I don't not time، sorry I don't have time، آسف ما عنديش وقت. an artist الفنان، likes بيحب ايه؟ بيحب الرسم طبعا، بيحب drawing الرسم، writing الكتابة، building البناء، playing اللعب. number 3 why مروان want to be a vet، لماذا مروان يريد ان يكون طبيب بيطري؟ طبعا هنا في وانت فعل في المصدر، دي مش بيجي بعدها مصدر، وهنا عندي ودو مش بتيجي مع المفرد، عندي داز وعندي كان. لماذا واي كان مروان؟ لماذا تستطيع مروان؟ لا، لماذا مروان يريد ان يكون طبيب بيطري. نمبر 4 اي لايك، الفعل لايك بيجي بعد ام اي ان جي، ام تو مصدر، يبقى اي لايك تيكينج بيكتشرز، انا بحب التقاط الصور، او تو تيك لو جات لك تو تيك اختارها، مش هيجوا الاثنين مع بعض، يا اما تو مصدر يا اما ان جي. I like taking pictures، انا احب التقاط الصور. عندي السؤال الخامس القطعه. yesterday امبارح، we went to the planetarium، ذهبنا الى القبه السماويه. we saw a planets and stars، وشفنا كواكب ونجوم. it was a great show، كان عرض رائع. the sun is very big، الشمس كبيره جدا. we went to the gift shop، ذهبنا الى محل الهدايا. I bought a gift for my brother، واشتريت هدية لأخويا. then we went to the snack bar، رحنا المطعم الوجبات الخفيفة.
to have a snack لكي نتناول وجبة خفيفة. We went, we were in a hurry. كنا مستعجلين. Because we wanted to catch the bus. لأننا نريد أن نلحق بالباص الأوتوبيس. It was a nice day. كان يوم لطيف جميل. السؤال الأول هنا بيقول لي we went to the gift shop. نحن ذهبنا إلى محل الهدايا to have a snack عشان نتناول الوجبة خفيفة. طبعا لا. رحنا للسناك بار. Number two, I bought a gift for my mom. أنا اشتريت هدية لأمي. طبعا الإجابة لا، ما اشتريناش هدايا. Number three, we saw the planets and stars. وإحنا شفنا الكواكب والنجوم. شفنا الكواكب والنجوم. طبعا هو اشترى الهدية هنا لأخوه البرازر مش مام. طيب نشوف كده السؤال الرابع. هنا في السؤال بيقول لي where did you go yesterday. أين أنت ذهبت امبارح؟ الإجابة أو أين أنت أنتم ذهبتم امبارح. We went to the planetarium. نحن ذهبنا إلى القبة السماوية. السؤال رقم خمسة. Why were you in a hurry. ليه أنتم كنتم مستعجلين عشان نلحق الباص. Because we wanted to catch ده باص. لأننا نريد أن نلحق الباص. السؤال السادس. رأرينج رتب. هنبدأ بالفاعل وبعد كده الفعل. He eats. هو بيأكل. بيأكل إيه؟ نودلز. فاعل. فعل مفعول. He eats noodles with a spoon. هو بيأكل المكرونة. النودلز الاندومي أو نوع من المكرونة بالمعلقة. Number two. Did what? Did استفهام فعل مساعد. فعل فعل. What is استفهام فعل مساعد did والفاعل منى والفعل باي. What did منى باي. ماذا اشترت منى. Number three. فاعل فعل وبعد كده بقيت الجملة. We have to catch. نحن يجب أن نلحق بذا باص بالأتوبيس. We have to. Have to معناها يجب أن. نحن يجب أن نلحق. We have to catch the bus. يجب أن نلحق بالأتوبيس. Number four. Can we go. Can we. ومصدر هل يمكننا أن نذهب. Can we go to the gift shop. إلى محل الهدايا. للسؤال السادس. السؤال السابع الباراجراف. اكتب باراجراف عن القبة السماوية زي ما انت شايف كده. Last week الأسبوع اللي فات I went to the planetarium. أنا ذهبت إلى القبة السماوية. I went with my family. أنا ذهبت مع عائلتي. We saw. نحن رأينا the plants. الكواكب. شفت إيه كمان. We saw Mars and the Venus. شفنا المريخ والزهرة. We were happy. وإحنا كنا سعداء. سهل جدا مفوش حاجة. Number 8 البنكتويشن. We don't have time. ما عندناش وقت. طبعا الدبليو بتاعت we هنعملها كابيتال وهنا في apostrophe بين ال N وال T وفي الآخر في نقطة. يبقى أنا عندي خطأ 2. طبعا في الامتحان نكتب السطر كله شباب ونحط خط تحت الكلمة اللي احنا أو الخطأ اللي احنا عدلناه. Did you see نوهز كايت. هنعمل هنا did. دي بتاع did. هل انت رأيت نوهز. الان بتاعتها سمول. هنعملها كابتل. ده اسم بنت. وفي الاخر question mark سؤال. يبقى هنا هل انت او هل انت رأيتي شنطة سوري نوهز كايت. طيارة ورقية بتاعت نوها. وده سؤال. بعد كده عندي اختبار على الوحدة السابعة والثامنة والتاسعة مع بعض صفحة 26. هناخد listening book يعني كتاب عليها دايرة. بروم المقشة أو المكنسة عليها دايرة. ومون القمر عليه دايرة. اللي هنسمعه نحط عليه دايرة شباب. بعد كده الدايرة بنفس الكلام. المصر هيقراه كامل. والحرف الكلمة الناقصة هنكتبها في الفراغ. هاني هادي بيكلم نازم بيقول له What is this. ما هذا. What's this أو What is this. ما هذا. قال له It's a little monkey. إنه قرد صغير. راح قال له Which is bigger. أيهما أكبر. The monkey or the cat. القرد ولا القطة. قال له The monkey is bigger than the cat. المونكي القرد أكبر من القطة. Where do monkeys live. أين تعيش القرود. قال له They live in the zoo. هم بيعيشوا في حدائق الحيوانات أو حديقة الحيوانات. السؤال الثالث. Circle the odd word. ضع دائرة حول الكلمة المختلفة. طبعا هنا عندي left يعني يسار. وكاشير معناها الكاشير اللي بنشتري من عنده اللي هو المكان اللي بنحاسب فيه. تيتشر معناها مدرس. وفارمر يعني مزارع فلاح. طبعا دي وظائف. هنطلع كلمة ليفت ونحط اسهل وظيفة اللي هي اللي هي كلمة فيت اللي هي الطبيب البيطري.
نمبر 2 تولد معناها اخبر، سيد يعني قال، سليبت نام، وجويس دي طبعا افعال في التصريف الثاني، ودول ده فعل في المصدر. طبعا هنطلع كلمه جو ونحط كلمه ايت اكل. نمبر 3 ويندو شباك، وشط يغلق، وبيد سرير، ودور معناها باب. طبعا دي حاجات عندنا في المنزل. هنطلع طبعا كلمه شط معناها يغلق، ونحط تيبل ترابيزه. نمبر 3 فور جود جيد، وشورت قصير، وسمول صغير. نيو معناها عارف، ده فعل في التصريف الثاني بتاع نو، الماضي بتاع يعرف. وهنا طبعا دي كلها صفات، هنحط كلمه هوت معناها ساخن او حار. عندي بعد كده نمبر 5 ايربلين طياره، تيرتل سلحفاء، وعندنا شمبانزي اللي هو القرد الشمبانزي، وعندي كلمه جيراف الزرافه، دي حيوانات. طبعا هنطلع كلمه ايربلين الطياره، ونحط مثلا مونكي القرد، اي حيوان انت حافظ حروفه. السؤال الرابع عن هنا تشوز اختار، وات داز هي لايك. اتفقنا ان الفعل لايك بيجي بعديه ام اي ان جي ام تو مصدر. وات داز هي لايك تو دو، ماذا هو يحب ان يفعل. اي ام جوينج تو مصدر، كلهم مصدر. انا سوف، ابيكتشر صوره، طبعا الصوره بيجي معاها الفعل تيك يلتقط صوره. اي ام جوينج تو تيك ا بيكتشر، سوف التقط ايه؟ التقط صوره. ميك يصنع، شات يغلق، وجمب يقفز. نمبر 3 بليز من فضلك، اب يور مايند، ميك اب يور مايند يعني اتخذ قرارك. اتس تايم تو جو، حان وقت الذهاب، يبقى ميك اب يور مايند معناها ايه؟ اتخذ قرارك. نمبر 4 ثرو بيبر ان ذا ستريتس، تلقي الورق في الشارع. طبعا هنا لا تلقي الورق في الشارع، لما نبدا الجمله بفعل نهي هنحط dont throw paper، لا تلقي الورق في الشارع. ناخد بعد كده القطعه، بيقول لي هنا علي's family went to the safari park، علي وعائلته، عائله علي راحوا حديقه الحيوانات المفتوحه last friday الجمعه اللي فاتت. they drove in the mountains، هم سائروا العربيه في الجبال. They saw a lot of animals، هم رأوا الكثير من الحيوانات. His brother saw the cheetah، أخوه شاف الفهد الصياد. It's the fastest animal there، هو أسرع حيوان هناك. علي's sister أخت علي liked the elephant، عجبها الفيل. And gave it photos، وأعطيته صورة أو التقطت له صورة. They will loved as the monkeys، ضحكوا على القرود. They had a nice day، هم قضوا يوما جميلا. In the safari park، في السفاري بارك. They were very happy، هم كانوا سعداء جدا. السؤال الأول هنا بيقول لي علي's family went to safari park by bus، علي راحوا، عائلة علي راحوا حديقة الحيوانات المفتوحة بالباص. لا، الإجابة غلط، راحوا بالكار. False. نمبر 2 علي اند هيز فاميلي وير ساد، علي وعائلته كانوا زعلانين. طبعا لا، ده كانوا مبسوطين، يبقى الاجابه فولس. علي السيستر لايك ذا اليفانت، اخت علي عجبها او حبت الفيل. اه ده التقطت له صوره، يبقى الاجابه ترو. الاسئله نمبر 4 وين ديد علي's فاميلي جو تو ذا سفاري بارك، اين عائله علي ذهبوا الى حديقه الحيوانات المفتوحه. الاجابه لاست فرايداي، الجمعه اللي فاتت. لاست فرايدي، الجمعة اللي فاتت. السؤال الخامس which animal is the fastest، أين حيوان هو كان الأسرع. طبعا الإجابة ذا تشيتا، اللي هو الفهد الصياد. ذا تشيتا، طبعا سؤال سهل جدا مفيهوش أي حاجة. السؤال السادس هنا رتب الكلمات، rearrange the following. What are you looking for؟ استفهام، what فعل مساعد، are you looking for؟ على أي شيء تبحث، يعني بتدور على إيه؟ The cashier is over there، الكاشير هناك قدامك أهو، over there ها هو هناك. What was on the car، ماذا كان في السيارة، what أو على السيارة. What was on the car، إيه اللي كان على السيارة. Number 4 there is a butterfly، يوجد زرافة، يوجد فراشة. There is a butterfly on your head، يوجد فراشة على رأسك. ده ترتيب الكلمات.
السؤال السابع الباراجراف، عايزين 5 جمل. طبعا زي ما انتم شايفين الاولاد هم في السيرك هنا، واسد جوه القفص اهو. There are a boy and a girl، يوجد ولد وبنت. They are at the circus، هم موجودين في السيرك. They see a show، وهم بيشوفوا العرض. There is a lion، وفي كمان اسد. It is scary، والاسد ده مخيف جدا. البنكتويشن، نو there aren't، no there aren't. طبعا هنا الان نعملها كابيتال، وبعد يس ونو بنحط كوما، يبقى عندنا كوما، وفي في الاخر نقطه، يبقى دي 1 2 3. طيب نمبر 2، did you see the moon فرح، هل رايت القمر يا فرح. طبعا هعمل هنا الدي كابيتال. did you see the moon فرح، ده اسم بنت، هنعمل الاف بتاعتها كابيتال، وفي الاخر هنحط question mark. طبعا ده سؤال، هل انت رايتي القمر يا فرح، الدي كابيتال والاف والquestion mark. بعد كده امتحان على الوحده العاشره وال11 وال12 صفحه 28 28. هنسمع الكلمه اللي عليها دايره هنا. طبعا احنا هنا في الامتحان هتحط عليها دايره. مارس تسمعها تحط عليها دايره. المريخ شو عرض تحط عليها دايره. كاري اللي هو الكاري اكل هندي هتحط عليه، التوابل الهنديه تحط عليها دايره. هنا رامز وحلمي بيتكلموا بعض. رامز بيقول لحلمي وات از يور فيفورت سبجكت، ما هي مادتك المفضله؟ قال له اي لايك ارت، انا بحب الرسم. لوك ات ماي كايت، بص كده على الطائره الورقيه بتاعتي. رامز قال له ذاتس جريت، هذا رائع. ديد يو ميك ات باي يور سيلف، هل انت صنعتها بنفسك، عملتها بنفسك؟ قال له يس اي ديد. راح قال له رامز وات واز ات هارد، هل كانت صعبه؟ راح حلمي قال له نو ات واز ايزي، لا دي كانت سهله. السؤال الثالث هنا بيقول لي سيركل ذا اود وورد، ضع دائره حول الكلمه المختلفه. فور فصل خريف، بيزي مشغول، سمر الصيف، وسبرينج الربيع. هنطلع طبعا كلمه بيزي، فاضل لنا فصل ايه؟ شتاء، وينتر. نمبر 2، سكول مدرسة، وايديا فكرة، وبارك يعني حديقة، وميوزيوم متحف. طبعا دي طبعا اماكن، هنطلع كلمة ايديا، وطبعا اسهل مكان عندنا هو حديقة الحيوانات، زو. نمبر 3، بلانيت كوكب، وصن شمس، وستارت يبدأ، ومون القمر. طبعا هنطلع كلمة ستارت عشان دي كلها حاجات موجودة في الفضاء، وهنحط كلمة ستار يعني نجم. نمبر 4، نيكست تو، بجوار، بيهايند، خلف، ان فرونت اوف معناها امام. هنطلع كلمه فيش عشان دي سمكه، طبعا دي حروف جر، ممكن نكتب حرف الجر ان او اون، حروف جر. نمبر 5، ميركوري اللي هو عطارد، وفينس الزهره، وكايرو القاهرة، نبتون ده كوكب نبتون. طبعا هنطلع كلمة كايرو عشان دي كواكب، وهنحط كوكب مارس المريخ. احفظ حروف الكواكب علشان تكتبها صح. السؤال الرابع، choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. عندي هنا I am thirsty، أنا عطشان. let's go to the، تعال نذهب إلى. الجيفت شوب، محل هدايا. بوك شوب، المكتبة. سناك بار، مطعم الوجبات الخفيفة. ميوزيوم، المتحف. طبعا هنروح مطعم الوجبات الخفيفة. طيب هنا what we need، ده فعل في المصدر، يبقى what do we need، ماذا نحن نحتاج. طبعا are و is ما بيجيش بعدهم مصدر. طيب معايا do does بيجي بعدهم مصدر. طب ايه اللي بياخد معاها، ايه اللي بيجي مع we؟ طبعا do يا مستر بتيجي مع we، does فيها is بتيجي مع يمشي، و it والاسم المفرد. I to read comic books، طبعا هنا اي بيجي بعدها فعل في المصدر، طبعا الاس مش مع اي، واي ان جي لازم يجي قبلها اما ويز او ار، يبقى اي تو غلط. اي لايك تو ريد كوميك بوكس، انا بحب ان اقرا الكتب المضحكه. نمبر 4، براكتس نوت يو بيرفكت، براكتس ميكس يو بيرفكت، التدريب الاكثر يجعلك ملائما او مناسبا او ممتازا، كلما تتدرب اكثر كلما تكون ممتاز. ناخد القطعه، many people came to talk to the students about
their jobs. الكثير من الناس جاءوا لكي يتحدثوا مع التلاميذ عن وظائفهم. علي is a musician. علي ده موسيقار. He likes to play the violin. هو بيحب يعزف على الكمان. هبة is a nurse. وهبة ممرضة. She takes care of people. هي بتعتني بالناس. عادل is an artist. عادل فنان. He likes to draw pictures. هو بيحب يرسم صور. ونهى is a computer programmer. ونهى مبرمجة كمبيوتر. She loves working with computers. هي بتحب العمل مع الكمبيوترات، بتعمل مع الكمبيوترز. سامي is a vet. وسامي طبيب بيطري. He likes helping sick animals. وهو بيحب يساعد الحيوانات المريضة. السؤال الأول هنا، علي is a vet. علي طبيب بيطري. طبعا الإجابة false. نمبر 2، هبة is a computer programmer. هبة مبرمجة كمبيوتر. طبعا الإجابة برضو false. عادل likes to draw pictures. عادل بيحب يرسم صور. عادل بيحب، يبقى الإجابة true. طيب number 4، who likes to play the violin. مين بيحب يعزف على الفيولين؟ الإجابة علي. ممكن نكتب علي بس واكتب علي likes to play the violin، براحتك الاثنين صح. number 5، does نهى love working with computers. هل نهى بتحب تعمل مع الكمبيوتر؟ هقول yes she does. yes she does. أيوة هي بتحب تعمل مع الكمبيوتر. السؤال السادس، rearrange، رتب الكلمات. he is going to build things. هو سوف يبني أشياء. he is going to build things. هو سوف يبني أشياء. number 2، can we go to the بوك شوب. كان وي ومصدر. كان وي، هل يمكننا ان نذهب الى ذا بوك شوب، محل الكتب او المكتبه. نمبر 3، واز ات ايزي اور هارد. واز ات ايزي اور هارد، هل كان سهلا او صعب. ممكن تبدل الاثنين دول، واز ات هارد اور ايزي، الاثنين سهلين يعني. تمام، واز ات ايزي اور هارد. نمبر 4، باهر has a fork and a saucer. باهر معاه شوكة وطبق الفنجان، يبقى باهر has، باهر عنده أو لديه، a fork، شوكة، and a saucer. السؤال السابع، الباراجراف، there are a boy and a girl. طبعا ده ولد وبنت في الحديقة بيطيروا طيارات. there are a boy and a girl. يوجد ولد وبنت. they are playing. هم بيلعبوا. they fly kites. هم بيطيروا الطيارات بتاعتهم. they are running. هم بيجروا. they are happy. وهم سعداء. سهل جدا جدا، ما فيهوش اي حاجة. عندي هنا please help me، من فضلك ساعدني. طبعا كلمة please البي اقصر من ال، هيبقى نعملها كابيتال، وبعد كلمة please في كومة، وفي الاخر في نقطة. يبقى انا عندي 1 2، من فضلك ساعدني. let's get some paper and string. تعال نجيب بعض الورق والخيط. طبعا ال هنعملها كابيتال، وعندي هنا في ابوستروفي على الاس. let's go get some paper and string، وبعض الخيط هنحط نقطة هنا. يبقى عندي هنا دي خطأ، ادي 2، ادي 3. وبكده وصلنا لهذا الفيديو بتاعنا يا شباب. خلصنا حل كراسة المعاصر من اولها لغاية صفحة 29 زي ما انتم شايفين كده. خلصنا لغاية صفحة 29 وحلينا شوية اختبارات وشوية اكسرسايز تدريبات على المنهج كاملا. هنكمل ان شاء الله في الفيديو القادم بقية كراسة المعاصر. قبل ما نقفل الفيديو طبعا ايدك على زر اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم نستر اسماعيل حلمي، اتمنى لكم التوفيق والتفوق، وانتظرونا فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.